تحية طيبة لكم مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام والتي نتابع فيها أبرز ما نشر في الصحف العراقية والعربية والدولية من مقالات الرأي والتحليل، بالإضافة إلى الأخبار المنوعة والرسوم الكاريكاتورية. لكن قبل ذلك نتابع أهم عناوين الصحف لنهار اليوم. الهيئة نت عنوان بينهم آلاف من حاملة الشهادات العليا، أكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل في بغداد. في العربة اللندنية، إيران تبحث عن حل لمعضلة استنزاف جيشها الرديف في العراق. صحيفة البصائر، هيئة علماء المسلمين تلبي مناشدات نازحي الأنبار لتخفيف معاناتهم. في صحيفة المدى، بنود غير معلنة في خطط عبد المهدي لإعادة هيكلة الحشد تعطل تنفيذها لشهرين. العربي الجديد، الناقلة الإيرانية تبحر لليونان وواشنطن تأسف لإطلاق سراحها وتحذر أثينا من مساعدتها. القدس العربي، قضية الجثث المجهولة تتفاعل، شيخ قبلي يتهم حزب الله العراقي بارتكاب مجزرة. أخيرا في الحياة اللندنية، الناقلة الإيرانية تبحر إلى اليونان وطهران تحذر واشنطن من احتجازها. أهلا بكم من جديد. فضلت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها التركيز على الهوية العرقية والطائفية على حساب الإحساس بالهوية العراقية، فكانت نتيجة هذا الاختيار وقوع البلاد في فخ الطائفية والتقسيم ودخولها بالتالي في دوامة الصراعات الفئوية نتيجة غياب الدولة وانقباضها وتعدد مراكز النفوذ التي تدعي شرعيتها بالدفاع عن حقوقها المذهبية في حكم العراق والتصرف بثرواته. هذا ما ورد في مقال الكاتب أمير المفرجي في صحيفة القدس العربي حول العملية السياسية في العراق، نتابع مقتطفا منه. على الرغم من الجهود الغربية المبذولة لإطغاء صبغة الديمقراطية على العملية السياسية طوال 16 عاماً من عمر النظام الجديد، إلا أن تشابه الأهداف الفئوية الضيقة لرؤساء الحكومات المتتابعة ووقوفهم على طرف النقيض من غالبية القادة الذين حكموا العراق منذ تأسيس دولته الحديثة أكد على الإرادة في الاستمرار والبقاء في نفس الاتجاهات التي رسمت للعراق الجديد. وبعد مرور أكثر من عقد ونصف على تغيير النظام السابق، فشلت العملية السياسية في تطوير نظام وطني للحكم قابل للوصول إلى ميثاق سياسي يقوم على المواطنة أكثر منه على الهويات الطائفية، حيث ركز النظام الجديد في بنائه للمجتمع في القواعد والممارسات الخاصة بالعملية السياسية على بناء الدولة العميقة التي تتيح ممارسة الأجندة الخاصة أكثر من التركيز على إنهاء الانقسامات الطائفية، الأمر الذي أدى إلى تشجيع سياسات الهوية والاختلاف الطائفي ليزداد الانقسام بين السنة والشيعة. إن الأزمة الحالية التي يمر بها المشهد العراقي الذي تتنازعه مصالح وصراعات الأحزاب الطائفية هي تحصيل حاصل لطبيعة النظام السياسي المفروض على العراق والعراقيين، حيث ما كان لهذا النظام القدرة من البقاء والاستمرار بأسسه الطائفية بوجود دولة المؤسسات. يبقى السؤال المهم الذي يطرح نفسه توقيت أزمة المشهد السياسي العراقي التي ترجمتها الصعوبات التي تواجه الحكومة مع تصاعد حدة الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيره المباشر على مستقبل أحزاب إيران في العراق وغرابة توافقها مع إشكالية التزام حكومة عادل عبد المهدي التزامها للصمت حول مخازن أسلحة الميليشيات في معسكر الصقر جنوب العاصمة العراقية بحسب رأي الكاتب. في ظل استهداف متكرر لمعسكرات الحشد الشعبي من طائرات تفيد التقارير بأنها طائرات إسرائيلية، برزت إلى السطح نبرة جديدة وغريبة من قيادات الحشد ضد الجيش العراقي، فقد اعتبر القيادي في ميليشيا النجباء التابعة للحشد الشعبي يوسف الناصري اعتبر الجيش العراقي مرتزقاً. عن الجيش والحشد في العراق كتب إياد دليمي مقاله في صحيفة العربي الجديد، وهذا مقتطف منه.
يبدو أن للنبرة الهجومية من قيادات في الحشد الشعبي ضد مؤسسة الجيش العراقي أجنداتها الخاصة، والتي على الأغلب تقف وراءها إيران التي تسعى إلى الهيمنة الكاملة على مفاصل الدولة العراقية وخصوصاً العسكرية، في ظل تصاعد عمليات استهداف مقر الحشد الشعبي التي تعتبر تابعة للحرس الثوري الإيراني. وتكفي الإشارة هنا إلى تغريدة النائب السابق بهاء العرجي تعليقاً على حادثة قصف معسكر الصقر جنوب بغداد قبل أيام، قال فيها: من خلال طبيعة النيران لحريق مخازن العتاد في معسكر الصقر يظهر أن طبيعة الأسلحة التي أحرقت غير عادية، ولا تستخدمها القوات العراقية ولا حتى الحشد. الأسلحة أمانة لدينا من دولة جارة. الأكثر من ذلك أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إزاء هذا الهجوم التصعيدي على مؤسسة الجيش العراقي، وعلى الرغم من كونه القائد العام للقوات المسلحة إلا أنه التزم الصمت، بل راح يعين قيادات من ميليشيا بدر المنضوية تحت الحشد الشعبي في مواقع عسكرية حساسة، ما أزعج حتى داعمي عبد المهدي من القوى الشيعية الأخرى. بعبارة أخرى، يبدو أن إيران ومن خلال الحشد الشعبي بدأت تشك بولاء الجيش العراقي، وأن عناصر في هذا الجيش على ما يبدو تتعاون سراً مع الولايات المتحدة أو حتى مع إسرائيل، وكونها إيران تستعد لمواجهة أي هجوم أمريكي محتمل عليها، فإنها تسعى إلى السيطرة على المؤسسة العسكرية العراقية من خلال الحشد الشعبي. يرى الكاتب أنه بعد الانتهاء من صفحة داعش كان يفترض أن يصدر السيستاني فتوى أخرى تدعو إلى حل الحشد الشعبي وعلى الأقل دمج مقاتليه ضمن مؤسسة الجيش، غير أن ما جرى كان مؤسسة هذه الميليشيات غير المنضبطة والمتهمة بجرائم ضد الإنسانية، ثم أخيرا مرحلة الابتلاع الأخطر لمؤسسة الجيش العراقي، وهو ما تخطط له إيران في الفترة المقبلة. ليس غريبا أن تكون هناك علاقة بين السياسة والتجارة حينما تصبان في خدمة المواطن، ولكن في العراق دخل صغار التجار والمقاولين إلى عالم السياسة بعيدا عن قضايا الناس. حصل هذا عند بعض سياسيي السنة ممن ملأوا الفراغ السياسي لمعادلة المحاصصة الطائفية، وكذلك لدى السياسيين من الشيعة، حيث وجدوا في هذا العالم صنوفا من الإغراءات المادية والمعنوية على حساب مصالح وحقوق المواطنين. هذا أبرز ما تحدث عنه الكاتب ماجد آسم الرائي في مقاله لصحيفة العرب الأردنية. نتابع. لم تمت اللعبة الطائفية حتى وإن وجدنا عناوينها غائبة في الحملات الانتخابية الأخيرة عام 2018، التي أنتجت حكومة عادل عبد المهدي وفق توافق الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين وولاء الكتل السنية التي انضمت إليهما شكلياً. وظلت الأزمات الكبيرة مدفونة تحت رمال غير مستقرة بسبب عدم إنهاء مسبباتها وتجددها، لعدم حسم مخلفات الحرب على داعش، وأهمها عدم قدرة غالبية أهالي المحافظات العربية المحررة نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالة وجزء من كركوك من العودة إلى ديارهم. ومن عادوا تعرضوا إلى الكثير من الإهانات والابتزاز على حقوقهم في الأراضي والسكن والمعيشة من قبل جهات غير حكومية معروفة. لم تتمكن حكومتا حيدر العبادي وعادل عبد المهدي من حل هذه الأزمة الإنسانية، والأخطر من ذلك عدم إنهاء ملفات أكثر من 12 ألف مغيب ومعتقل حسب تصريحات مفوضية حقوق الإنسان العراقية في مناطق جرف الصخر وديالة وصلاح الدين والأنبار وجزء من حزام بغداد، رغم أن الحرب على داعش انتهت منذ نهاية عام 2017، وهي القضية التي تتفجر هذه الأيام بعد الإظهار السيء لجثث المواطنين المغدورين بشكل أقل ما يقال عنه إنه حلقة من حلقات مسلسل إهانة كرامة العراقيين مهما كانت انتماءاتهم الطائفية، وطمس للحقيقة الكاملة المتعلقة بقتلهم.
ردود الفعل السياسية تشير إلى استخدام سياسي رخيص لقضية إنسانية تتعلق بأرواح الناس. هذا الملف يشير إلى حقيقتين مهمتين: الأولى عجز الحكومة عن إغلاق جانب خطير من الملف الأمني الكبير الذي يتعلق بحقوق الإنسان ويمس بمصداقية سيطرة الحكومة الأمنية والسياسية أمام هيمنة قوى سياسية مسلحة ونافذة تتصرف باستقلالية وتلبي رغبات مشروع التطهير الطائفي الذي وصل إلى مراحل نهائية، وهذا ما يتعارض مع الدستور والقوانين الدولية بحسب تعبير الكاتب. لم تأتي دعوة المسؤول في ميليشيا حركة النجباء العراقية يوسف الناصري لحل الجيش العراقي من فراغ، فالحركة المذكورة جزء فاعل من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق التي توالي في غالبيتها القيادة الإيرانية وتأتمر بأوامرها، وبالتالي لا يمكن فصل حملة الناصري عن المشروع الإيراني الهادف إلى تجويف الدولة العراقية ووضع اليد عليها نهائيا. هذا ما تحدث عنه مقال الكاتب توني فرانسيس في صحيفة الحياة اللندنية. لا تخفي إيران سعيها إلى إحلال الميليشيات التي تدعمها وتمولها محل جيوش الدول المجاورة، وهي نجحت في تثبيت خطوات أولى مهمة في هذا الاتجاه في العراق منذ الغزو الأمريكي والقرار السيء الذكر بحل الجيش. وليس سراً أن النظرة إلى مؤسسات الجيش العراقي كانت سلبية في الوسطين الشيعي والكردي، إلا أن التخلص من النظام السابق قاد إلى صيغة جديدة أعطت الشيعة مركز القيادة الأول وحفظت للأكراد حقوقهم في حكم ذاتي وإقليم مستقل. فلماذا استمرار النظرة السلبية إلى الجيش؟ لماذا يواصل السياسي الشيعي العراقي موقفه السلبي السابق من الجيش، من جيش بلاده، وهو الآن في موقع المسؤول والقائد؟ ليست المسألة في الجينات ولا في الأعراف، إنه موقف يتغذى من المفهوم الإيراني لطبيعة السلطة الجديدة ودورها في الانصياع لحاجات الإمبراطورية وولي أمرها. وإيران التي تمسك بقيادات شيعية أساسية تستميت لجعل العراق كما دول أخرى جزءا من منطقة نفوذها، ووسيلتها إلى تحقيق ذلك هي تلك الميليشيات المنتشرة في العراق وغيره، والتي حولتها إلى فرق أمامية في حرب توسيع النفوذ والمواجهة مع أمريكا. في القاموس الإيراني لا توجد دولة العراق بل الحشد الميليشيوي، ولا وجود لدولة اليمن بل للحوثي، ويغيب لبنان ودولته عند الحديث عن حزب الله. ولا عجب أن تسود الدعوات إلى إلغاء الجيوش لمصلحة الميليشيات في زمن أقرب مما نتوقع، على حد تعبير الكاتب. ما يحدث اليوم شيء آخر، فاليمن غير السعيد يصل إلى هوهوة سحيقة من التردي في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، متجاوزاً مفاهيم الدولة والسلام والحرب والوحدة والأمن إلى حالة من التفكك والتشرذم الأمني والجهوي والمناطقي. عن الأوضاع في اليمن كتب يوسف ديني مقاله في صحيفة الشرق الأوسط. في اليمن اليوم واقع جديد، بؤر التوتر باتت أكثر من أن تعد وتحصى، من تجريف الحوثيين لهوية اليمن واستغلالهم نزاعات الكتل السياسية والفاعلين على الأرض وصولاً إلى المجموعات السياسية المتجاوزة لمنطقة الدولة. شبح صالح يتجدد مع الجهاديين الذين استخدمهم في فرض واقع الانفصال دون صيغة سياسية توافقية، ليتم استخدامهم اليوم من قبل الانفصاليين في محاولة لفرض الأمر الواقع دون جدوى، لأنه مخالف لمنطق السياسة ومبادئ الاتفاقيات الدولية القاضية بضرورة العودة إلى الشرعية. ومن هنا فإن الخطاب الانفصالي في حال إصراره على فرض واقع جديد بقوة السلاح في طريقه إلى استنساخ تمرد ميليشيا الحوثي، وإن اختلفت الدوافع، هل أخفقت الشرعية أو تداعت قوتها؟ ربما، لكنها تبقى الخيار الوحيد ليمن واحد يتم الاستثمار فيه بعد انتهاء الحرب لبناء دولة جديدة متماسكة كجزء من الخليج
لا كخاصرة تهديد لطموحات ملالي طهران للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لليمن بوجود ممر باب المندب. وحدة اليمن اليوم وفق الواقع الجديد ضرورة وليست خياراً، سواء على المستوى القانوني أو الطموح لتجاوز اليمنيين بمختلف مرجعياتهم للأقواس الضيقة الطائفية والجهوية. إعادة تجسيد الوحدة هي أهم مقدمات إعادة الأمل لليمن عبر الحوار ومن خلال فتح كل المخاوف والآمال والطموحات بين الأطراف السياسية وبشفافية تامة. يجب تجاوز ما حدث في عدن من اختلالات أمنية دافعها الشره السياسي والحديث عن المصالحة الوطنية بروح إيجابية وفقا للكاتب. عن تخبط ترامب وأضعف إسرائيل كتب دكتور أسامة نور الدين مقاله في صحيفة الوطن العمانية، وجاء فيها أن ترامب بات يبحث عن أي دعم صهيوني لفرصة في الفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية القادمة. يأتي ذلك بعد أن فشل في تحقيق أي إنجاز على الصعيد الخارجي، خاصة بعد فشله في إنجاز صفقة القرن وخسارته للنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط. نتابع التفاصيل في المقتطف التالي. يبدو من مواقف وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورغبته الشديدة في أن يتم إعادة انتخابه مرة ثانية أن الرجل بات يتخبط بشكل ملحوظ في مواقفه وتصريحاته المستفزة، سواء تلك المتعلقة بالشأن الأمريكي أو تلك الخاصة بسياسات الولايات المتحدة الخارجية. وقد كانت تصريحاته الخاصة بالترحيب بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاصة برفض زيارة النائبتين بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب بسبب مواقفهم المعارضة للسياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، خير دليل على تخبط الرئيس الأمريكي الذي نسي أو تناسى أنه يتحدث عن نواب في الكونغرس الأمريكي وليس نوابا في الكنيسة الإسرائيلية، وأنه يضر بسمعة ومكانة الولايات المتحدة لا لشيء سوى لحسابات شخصية ومواقف انتخابية. فبدلا من الدفاع عن حق النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب والضغط على الحكومة الصهيونية من أجل السماح لها بزيارة ذويها في الأراضي الفلسطينية، نفاجأ بتدوينة لترامب يفهم منها الرغبة في رفض إسرائيل لتلك الزيارة. تلك الإشارة التي تلقفها رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو الحليف القوي لترامب ورفض على إثرها الزيارة، ضاربين بعرض الحائط القيم والمبادئ الإنسانية والقانونية المتعارف عليها. على الجهة الأخرى تعكس تلك المواقف مدى الضعف الصهيوني، إذ بدلا من التمسك بالمواقف المعتادة على الأقل احتراما للكونغرس الأمريكي، استجاب نتنياهو لتصريحات ترامب وأعلن رفض زيارة النائبتين بسبب انتقادهما لإسرائيل، وإن كانت الحقيقة أن السبب ليس انتقادهما لإسرائيل وإنما إرضاء فقط للحليف في البيت الأبيض. بعيداً عن السياسة في الأخبار المنوعة، نقرأ خبراً عن ارتفاع الضغط، حيث قد يصبح قياس ضغط الدم سهلاً بسهولة التقاط فيديو سيلفي إذا ما أثبت التطبيق الجديد ذاته. جاء هذا في خبر بموقع عربي 21، حيث أنه يمكن لارتفاع ضغط الدم أن يكون علامة تحذيرية من نوبة قلبية أو سكتة دماغية، لكن معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعرفون ذلك، حيث أن تطوير شاشة في المنزل لقياس ضغط الدم يمكن له أن ينقذ الكثير من الأرواح. ويقول الباحثون أن تقنية جديدة تدعى التصوير البصري عبر الجلد يمكن لها أن تعطي صورة لتدفق الدم في الوجه، ما يكشف عن ضغط الدم. وقال الباحث الرئيسي في الدراسة كانغ لي من جامعة تورنتو الأمريكية أنهم توصلوا لإمكانية قياس ضغط الدم بدقة باستخدام الهاتف الذكي خلال 30 ثانية. وأضاف الباحث في جامعة تورنتو الأمريكية أنهم يهدفون لاستخدام هذه التكنولوجيا لتوعية الناس بضغط الدم وسبل مراقبته. ولا ينوي الباحث لي وفريقه أن يحل هذا التطبيق محل جهاز قياس ضغط الدم التقليدي، بل يريدون فقط أن يجعلوا من قياس ضغط الدم أمرا يسهل الوصول إليه
في المنزل. أما الآن ننتقل لمتابعة الرسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لنهار اليوم في برنامج صدى الأقلام، أشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.